استاذه ايمان من سوهاج تتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ايمان اتفضلي. معلش استحملني، انا معايا 3 اسئله يا شيخنا. واستحملك ليه؟ انت انا متشرف بحضرتك، اتفضلي. يا رب يخليك. اول هام انا مش متعلمه وعايزه اقرا قران يعني، بس قالوا لي قبل كده في حديث ان انا لو مشيت صبعي على القران هل ثوابي يبقى زي ما انا بقرا؟ بس انا يعني بيضايقني ان انا مش بقرا الكلام الحلو ده وبستمتع بيه يعني. طب هو عندي سؤال، يعني انتي ما عندكيش شهاده محو اميه صح؟ اه خالص يعني مش بتعلم. طيب اول حاجه اسمعي وان شاء الله ربنا يكتب لك ثواب السماع. وممكن وانت تمام. بتسمعي تعملي حاجه، انت بتسمعي يقول لك مثلا دي سوره كذا، فابتدي معاه، ابتدي معاه وانت بتسمعي امسك المصحف وبص عليه، هيبقى هيرتسم في عينيكي شويه اشكال الحروف دي. اول حاجه. تاني حاجه لو سمحت لله ودوت كانك هتاخدي عليه ثواب ان انت تقراي المصحف، ان انت تعملي ايه، تروحي تتعلمي القراءه والكتابه في فصول محو الاميه، مش هتاخد منك وقت كتير، واعملي الكلام ده بحبك لقراءه القران ده، ربنا يخليكي تعملي ده بسرعه ان شاء الله. صعب يا شيخنا لان ما عنديش يعني استطاعه في المكان اللي انا فيه في حته متعلمه، لاني طبعا قريه وما فيهاش. لا اسالي بس، اسالي بس وهتلاقي، ولو ما لقيتيش خلي حد من جيرانك، من الناس اللي حواليكي ممكن يعلمك ان شاء الله. بس يلا توكلي على الله، انوي بس وما تقلقيش، انوي يلا توكلي على الله. انا سعيد جدا باللي انت بتقوليه دوت، وان شاء الله ربنا هييسر لك، ربنا مش هيسيبك ابدا وهيفتح عليك ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا اصلي كام ركعه ايام والتهجد ده كام ركعه؟ طيب بصي يا ستي، انت بتصلي الصلاه عندنا عددين، تصلي 11 ركعه أو تصلي 20 ركعة وبعد كده الوتر. الصحابة سيدنا عمر جمع الناس وصلوا 20 ركعة والوتر، ولكن أنت صلي 11 ركعة زي ما السيدة عائشة بتقول إن حضرة النبي لم يزد في القيام عن 11 ركعة، يبقى صلي أنت 11 ركعة خلاص. طيب أربعات ولا اتنينات؟ اتنينات، صلاة الليل اتنينات، اتنين 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 وبعد كده واحدة خلاص، غير اللي هم بتوع العشاء اربعه واثنين سنه. غير بتوع العشاء، غير بتوع العشاء. ماشي. بس انت قلت الشفع الوتر في القيام يا بنتي. انا كل يعني حتى في الايام العاديه بصلي الشفع والوتر يعني. كويس صح، احسنتي. احنا بنتكلم على القيام بقى، هتصلي قيام كام ركعه؟ هتصلي 11، تصلي العشاء وبعدين سنه العشاء وبعدين تصلي 11 ركعه. خلاص كده؟ التهجد بقى بتصلي ما استطعت من الركعات، بتصلي ما استطعت من الركعات، خلاص؟ يعني أربعة اللي أستطاعه. اللي تستطيعي. إيه تاني بقى؟ السؤال الثالث. الزكاة. الزكاة مالها؟ يعني أنا مثلا معايا واحدة صاحبتي مثلا يعني مبسوطة ومتيسرة وأبوها ماسك جمعية وكده، فأنا قلت لها أنا عايزة منك إن أنت تقفي جنبي إن أنا نساعد نزكي، يعني في حد محتاج إن أنا أديه. طيب. فهي قالت لي ماشي، أنا هتساهم معاكي في السهم ده. بس انا قلت لها يتيمه، بس هي بصراحه مش يتيمه، هل يجوز؟ هي مستحقه ولا مش مستحقه؟ ايوه مستحقه، هي ظروفها تعبانه. طيب خلاص ادي لها الزكاه واستغفري الله على انك انت قلت يتيمه، ما فيش مشاكل خلاص، بدل هي مستحقه.